السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم سيد الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم سيدي، كنشكركم على هذه البرامج اللي كتقدمنا. العفو لله. خليك، بغيت نسولك سيدي. هي لله. أنا عندي هذا في النعاس ديالي، في الليل ملي كنكون نعسة كنحس بالجماع. اياه لله. وما خليت سيدي فين نمشي. نعم لله. مشيت ما كان عند الراقي وهذا، ما كنطيح ما كنغوت، انا كنبقى نقرا مع السيد اللي كيقرا عليا. اياه لله. انت كتقرا على فاطمه؟ واش انت حافظه ولا داك اللي فيك يقرا؟ شكون اللي كيقرا؟ واش انت هي اللي حافظه القران وكتقري مع الراقي، ولا داك المخلوق ولا المخلوق اللي عندك هو اللي حافظ القران؟ لا، انا كنقرا مع الراقي. نعم لله. انا كنقرا معاه. اياه. كيقول لي ما عندك حتى شي حاجه، ولكن المهم الا درت مثلا شي حاجه، مثلا تخطيت الدام او لا خرجت بالليل من وراء المغرب ولا مثلا سميتو، ديما عندي الجماع في الليل. هي لله. وبغيت نسولك واحد السؤال اخر الله يخليك. هي لله. سمعت قريت في الانترنت بان العارض هو اولا بعدا ما عرفتوش انا شي في ما عرفتوش واش طيار او النفس او ما عرفتوش، وقريت قلت لك في الانترنت بان استنى شويه ورتبك. نعم. شو هذا؟ قال لك يعني الاعراف يعني الافراح والحمامات كيقووا العارض. نعم. ما عرفتش دابا كيفاش نحصن نفسي ملي نكون مثلا، لان العائله ما يمكنليش باش هذا باش ما نقدرش ما نمشيش عندهم الاعراف، وما يمكنليش ما نمشيش للحمام. يا لله. واخا لله. قال لك سيد الحاج شي دعيوه لاني وصلت واحد، وهذا اسمه سعر فاطمه، اسمه سعر. واخا لفاطمه. يا لله. مشرفين لله. والمستمعين كاملين يسال عن سيد ربي كل ما قال امين. يا ربي يا كريم باذن الله الواحد الاحد. يا ربي يا كريم. لاله فاطمه، جواب على موضوعك، الجماع كاين الحاله ديال الجماع العاديه كتسمى الاحتلام، في الفقه الاسلامي يسمى الاحتلام، يقع للذكور والاناث مباشره بعد سن البلوغ. كيوقع الرجل غير المتزوج شاب في المراهقه، ايضا الشابه في المراهقه، كيوقع الجماع، كيوقع الاحتلام. وكاين الانسان اللي غير كيغير الفراش ديالو من مكان الى مكان كيوقع الاحتلام، والى سافر الى منطقه غريبه كيوقع الاحتلام. هذاك الاحتلام العادي فقط، غير الهرمونات والمواد الجنسيه كتكون قويه في البدن، ملي كتكثر خصها تخرج، خصها تخرج تلقائيا. فربي عز وجل دار لنا واحد المتنفس لغير المتزوجين، لغير المتزوج فقط، انه يغض بصره ويحفظ فرجه ويتقي ربه، وربي عز وجل كيدير لي متنفس، كيتسمى الاحتلام. اما هذا الجماع اللي تكلمت عليه لاله فاطمه، هذا عنده علاقه بالجني العاشق. الجني العاشق هو مخلوق يعشق امراه وكيحاول ما امكن انه يتقرب اليها، ويحاول على قدر ما يستطيع انه ينال منها. اش كيبغي من هذا الجن العاشق؟ كيبغي منها الدم ديالها. ذاك الدم عندنا فيه رحيق الحياه، عندنا واحد الماده في الدم ديالنا، ربما ليس من اختصاص الخبراء في الطب والتحاليل الدمويه، واحد الماده في جسمنا كتعطينا واحد النشاط غريب، وهي صغيره ولا تكاد ترى بالعين المجرده، يحتاج اليها الجن. ملي كيدير الجماع مع شي امراه او رجل، كتجي امراه من الارواح الخبيثه وكدير معها الجماع، ياخذ منها ديك الماده اللي هي رحيق الحياه. لاله فاطمه، ملي مشيتي عند الراقي وقرا عليك القران الكريم، هنا معنى ان الجن اللي عندك طيار. العارض يسمى طيار. ما معنى طيار؟ انه يحضر ويطير ويغيب بسرعه، عنده القدره على انه لا يكون. غتكوني مريضه، شاد فيك، غتمشي عند الطبيب، غتبغي ديري التحاليل، غديري السكانير، غديري ليغام، غيقول لك الطبيب ما عندك والو. وفعلا قول الطبيب صادق، ما عندك والو. علاش؟ لانه هو ذاك العارض ملي كيشوف الخطر يفر، يطير، يهرب. فكذلك لما تذهبين بعند الراقي، الراقي ملي كتمشي لعنده يلا كيقرا القران الكريم، هو كيحس بانك غادي عند الراقي كيهرب،
وعنده قدره خطيره. الطيار هو ربح التنين. الا بغينا نشوفوه نرسموا ليه صوره كاريكاتوريه غادي يلقاو الجني الطيار هو على صوره تنين، عنده اجنحه مخيف وعنده لسان فيه لهيب وعنده قدره بحال التمساح كيتلوى هكا بغينا نصوروه، لكنه لا يظهر بالرؤيه المجرده وكيدخل بحال الدخان. هو الشكل ديالو بحال الشعاع ديال الماء ديال الضوء الكهرباء كيدخل في الانسان. ملي كيجي عند المراه في الجماع كيحكمها ومن بعد يعشقها بشكل غريب وكيبقى يدي من هذيك الماده. الطريقه ديال العلاج لاله فاطمه بعد السؤال على الافراح والحمامات، اي نعم، لماذا المراه اللي كتمشي للافراح والحمامات العارض كيزيد يتمكن منها؟ لانها منظوره، الانسان المنظور، الانسان اللي شد فيه العين ينظر دغيا كتشد فيه العين. في الافراح كتمشي لابسه لاله فاطمه لباس جيد، لباس جميل، دايره الزينه ديالك، فالناس كينظروا راه هي جايه، شو على القفطان لابسه، شوف على مشطه دايره، هذيك الانظار بهذا الشكل هذا يزيد في تمسك الجن العاشق. ففي الافراح كيوقع دائما هذا البلاء. ثم في الحمامات ملي كتمشي المراه للحمام وتزيل ملابسها، ثم كيكون النساء ينظرن، شوف فلانه بشرتها بيضاء، شوف فلانه جسمها كذا وكذا، شعرها كذا وكذا، كتبقى ديك الانظار، فيزيد الجن العاشق تمسكا بها. فالانسان خصو لابد قبل ما يمشي للعرس ويمشي للحمام والتجمعات ديال الناس يقرا ايات التحصين، الاخلاص والمعوذتين وايه الكرسي اللي ذكرناها اليوم باذن الله الواحد الاحد. ثم العلاج دوما لاله فاطمه احسن رقيه، ارقي نفسك بنفسك قبل ما تنعسي، اقرأي سورة آية الكرسي، اقرأها مرة إلى ثلاثة إلى سبعة، فقد جاء في الحديث فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. كاين بعض الخبراء يقول لك غدير شوية الملح الحية في الفراش ديالك، دردريها في الفراش ديالك لأن تؤذي الجن، من اللي كيقرب منها تحرقه في عينيه، كدير ليه لهيب التهاب في عينيه فينصرف اليوم غدا وبعده. ثم اكتري من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا جل جلاله سوف يعطيك من الخير والبركة ما الله بعليم. أكتري 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 من الصلاة على النبي في كل وقت وحين. لماذا؟ لأن الصلاة على النبي حينما نقوم بها رائحة طيبة أطيب من المسك تنبعث حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة هذه رائحة طيبة أطيب من المسك، فتأتي الملائكة وتحف المجلس. فيما تشعر بنفسك بأنك محاصرة صلي على النبي وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون لك حماية وحسن حصين. أيها الأحباب الكرام، نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنستقبل الأسئلة الكتابية التي يقدمها متتبعون أون لايف عبر صفحة الفيسبوك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.